السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع، وما زلنا في جولة جديدة. أخي الحبيب وأختي الفاضلة، هنصارع الشيطان في جولة جديدة وإن شاء الله منصورين طول ما احنا بنعتصم بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. صراع النهاردة صراع عجيب شوية، قدر الشيطان يتدخل ويحاول بقدر الإمكان يستثير جوه كل إنسان الغضب اللي جواه والبركان الثائر اللي جواه، يخلي الإنسان يغضب على أقل كلمة وبأتفه الأسباب، ويغضب ويوصل بيه الأمر أحيانا أنه يسب أو يشتم أو يقذف أو يقول كلمات يعني غير لائقة بيه كمسلم، وقد يصل أحيانا الأمر إلى الشتم واللعن والضرب والقتل، والأمور بتتطور. وبسبب الغضب ياما ناس خدت قرارات في حياتها دمرت حياتها، وياما ناس خسرت كل حاجة في حياتها بسبب لحظة غضب. عشان كده كان لازم نقف مع الموضوع دوت ونوصي كل مسلم ونقول لوصية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لا تغضب لا تغضب. وورا الكلمة ديت يعني بتمنع شرور كتيرة جدا، ان انت لو ما غضبتش هتمنع شرور وآثام كتيرة جدا ممكن تحصل لك وتحصل لكل الناس من حواليك. تعال نشوف ازاي النبي وصل الوصية العظيمة ديت، وازاي كان بيحذر من الغضب وبيوضح ان الغضب ده باب شر مستطير. فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يطلب الوصية: يا رسول الله أوصني. والحديث رواه البخاري: أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. أوصني يا رسول الله لا تغضب. ثالث مرة: أوصني، قال لا تغضب. في رواية أحمد قال رجل: ففكرت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تغضب، فعلمت أن الغضب يجمع الشر كله. فعلا الغضب بيجمع الشر كله. ياما انسان فقد بيته فقد زوجته واولاده في لحظه غضب وقال انت طالق، وياما انسان فقد ماله كله في لحظه معينه غضب ورمى ماله في مشروع والمشروع دوت هو عارف انه هيدمر حياته في لحظه غضب، وياما انسان خسر اصدقائه وحبايبه في لحظه غضب، وياما انسان قطع الارحام بتاعته في لحظه غضب، وياما انسان عق امه وابوه في لحظه غضب، وياما انسان ساب دينه وترك المله كلها وسب دينه في لحظة غضب، وياما إنسان قال كلام سيء في حق الله وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظة غضب. عشان كده فعلا الغضب بيجمع الشر كله. ولذلك في يوم من الأيام كان معدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البزار بإسناد حسن، فلقى الناس مجتمعين كده حوالين ناس بيتصارعوا، فبيقول ما هذا؟ قالوا له: يا رسول الله فلان لا يصارع أحدا إلا صرع. رجل قوي جدا ما شاء الله، كل ما يخش قدام حد لازم يجيب لمس أكتاف. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منهم؟ أقول لكم على واحد أشد وأقوى من الرجل ده. قالوا له: من يا رسول الله؟ قال: رجل أغضبه رجل بكلمة، خذوا بالكم، فسكت فغلب نفسه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. يعني قدر ان هو يتغلب على نفسه وعلى الشيطان بتاعه اللي عايزه يغضب وعلى شيطان صاحبه، فهو ده اقوى من الانسان اللي بيصرع الناس، ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك في يوم من الايام، والحديث رواه البخاري ومسلم، كانوا قاعدين الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاتنين من الصحابة حصل ما بينهم شجار ومشاكل كده، فده قام يسب ده وده قام يسب ده، ففي واحد فيهم انفعل قوي لدرجة انه عمال يسب ووشه حمر واوداجه انتفخت. فنظر اليه النبي بشفقة وقال: اني لأعلم كلمة لو قالها هذا الرجل لذهب عنه ما يجد. وشه يرجع تاني والاوداج المنتفخة دي ترجع لحالتها الطبيعية وهو هيهدى ويبقى زي الفل. قالوا: ما هي يا رسول؟ قال: أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فراحوا قالوا للرجل: ده النبي بيقول كذا. قال: إني لست بمجنون، وأنا أقول لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا مجنون يعني؟ سبحان الملك. هل يا جماعة السؤال اللي بيخطر على بال ناس كتيرة، هل كل أنواع الغضب مذمومة؟ طبعا لا، في غضب مذموم وفي غضب محمود. الغضب المحمود ده نوعين. الغضب المحمود
هو أعلى أنواع الغضب المحمود أن يكون الغضب من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يغضب إلا إذا رأى الشر والفساد والكفر والمعاصي، وإذا غضب على أعدائه وعلى المنافقين والطغاة والمتكبرين، فهذا أعظم وأجمل وأجل غضب في الكون ده كله. وفي نوع تاني من الغضب جميل جدا ومحمود جدا ومطلوب مننا كلنا، وهو الغضب لله سبحانه وتعالى. إن أنا ما أغضبش لنفسي عشان حد شتمني أو سب بني أو أذاني، إنما أغضب جدا لو حد قال كلمة وحشة في حق ربنا، أو قال كلمة وحشة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، أو قال أي كلمة وحشة في حق الإسلام، في حق ديننا الجميل اللي هو خير الأديان. يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهنا نغضب لله. ولذلك القرآن بيسجل صور جميلة جدا من غضب الأنبياء لله. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما راح يعني لملاقاة ربه سبحانه تعالى، وأخذ ألواح التوراة ورجع ووجد قومه يعبدون العجل الذهبي من دون الله. فأول ما حصل فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا متضايق جدا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. زعل جدا، ما زعلش لنفسه، هو زعل لأنه بمجرد ما رجع لقاهم السامري راح مجمع الحلي بتاع بني إسرائيل وراح مصنع لهم عجل، والعجل ده كان ليه خوار كده وصوت، فبدأ يقول لهم هذا إلهكم وإله موسى، فنسي ده سيدنا موسى بدل ما يروح يعني يقابل ربنا، من الرب بتاعه هو موجود هو نسي، فخلى الناس يعبدوا العجل الذهبي من دون الله. فسيدنا موسى غضب لله سبحانه وتعالى. برضو غضب تاني من سيدنا يونس ذو النون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما قعد يدعو قومه إلى الله وإلى توحيد الله وعبادة الله، فأبى قومه فخرج مغاضبا متضايق جدا زعلان غضبان لله. الغلطة الوحيدة أنه هو لم يستأذن ربه في الخروج، فاللي حصل أن ألقي في بطن الحوت. قال جل وعلا وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات، ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سيدنا يونس لما نزل في بطن الحوت سمع صوت تسبيح الحصى في قعر البحر، فسبح المولى عز وجل وسجد لله في بطن الحوت وقال يا رب سجدت لك في مكان ما سجد لك فيه أحد من قبلي ولن يسجد لك فيه أحد من بعدي. سيدنا يونس لما غضب لله سبحانه وتعالى. والمولى عز وجل أيضا بيوضح أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا لله. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول في يوم من الأيام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ما رخص النبي فيه أو رخص له في هذا الأمر، فتنزه بعض الصحابة عن هذا الأمر كأنهم عايزين يقولوا إيه، يعني هو ليه النبي عمل كده، لا الأفضل إن إحنا نعمل كذا، وكأنهم يتورعون عن الفعل الذي يفعله النبي، والنبي هو أتقى الناس وأخشى الناس لله. فغضب النبي غضبا شديدا وقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه، فوالله أن إني لأعلمهم لله وأخشاهم لله سبحانه وتعالى. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تاني لما عرف أن واحد من الصحابة كان بيتعمد أنه يتأخر عن صلاة الفجر خلف إمام من الأئمة في المدينة، فلما سألوا عن السبب قال يا رسول الله إنه يطيل بنا الصلاة، تعبت من كتر الصلاة وراء بيطول بينا لدرجة كلنا تعبنا. فغضب النبي غضبا شديدا وقال إن منكم لمنفرين، في ناس منكم بينفروا الناس عن إن هم يخشوا المساجد ويعبدوا ربنا سبحانه وتعالى، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. ده كلام النبي الأئمة المساجد، يعني اتقوا ربنا في الناس الكبار في السن والناس الضعفاء والمرضى وصغار السن، ما بيتحملوش إن يصلي وراء إمام بيصلي في كل ركعة بربع عشان مستحلي صوته وشايف إن صوته جميل والميكروفونات مساعداه. اتقوا ربنا في الناس اللي بتصلي وراك، اديهم فرصة إن هم يصلوا الصلوات الخمسة في المسجد عشان ينالوا الأجر العظيم. إن منكم لمنفرين إذا أما أحدكم بالناس، الحديث في البخاري ومسلم، فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. موقف ثالث برضو بيوضح غضب النبي صلى الله عليه وسلم
في يوم من الأيام حصل خلاف بسيط كده بين أبي بكر الصديق وبين عمر بن الخطاب، فأبو بكر يعني إلى حد ما اشتد على سيدنا عمر، فاللي حصل إن سيدنا عمر زعل منه ومشي. سيدنا أبو بكر عايز يعتذر له، سيدنا عمر لم يقبل منه الاعتذار حتى لما دخل بيته وقفل الباب. أبو بكر الصديق زعل جدا فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما شافه النبي قال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني سبق بالخير شويتين. سيدنا عمر حس إن هو يعني ليه ما قبلش اعتذار سيدنا أبو بكر، راح رايح سأل عنه، قالوا له ده راح للنبي، فراح هو كمان للنبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما وصل هناك دخل على النبي وراح حكى له اللي حصل بينه وبين أبو بكر. النبي غضب ووشه احمر وزعل جدا جدا، وبدأ لسه بقى يعني كده إيه يعني هيتعامل مع سيدنا عمر بشدة شوية. فأبو بكر قال له: لا يا رسول الله، ده أنا اللي كنت ظالم، أنا اللي ظلمته يا رسول الله، أنا اللي غلطت في حقه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر ولكل الصحابة: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني جئت إليكم جميعا فقلت أنا رسول الله، قلتم جميعا كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ فهل أنتم تاركوا صاحبي؟ يعني الحقيقة كانت مواقف جميلة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، عمره ما كان بيغضب لنفسه أبدا، ما كان يغضب إلا لله. تعالوا نكمل الموضوع الجميل ده ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لم يدع خيرا إلا وقد دلنا عليه، ولم يدع شرا إلا وقد حذرنا منه. أخويا وحبيبي لا تغضب، اوعى تغضب، بالغضب هتاخد قرارات ممكن تدمر حياتك، بالغضب ممكن تفقد كل حاجة، بالغضب ممكن يحصل ليك مشاكل في حياتك ما تعرفش تصلحها. امسك نفسك واوعى تغضب، وأنا هقول لك 10 وصفات جميلة جدا بفضل تعالج بها الغضب، وعمرك ما هتغضب ساعتها بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف ازاي نعالج الغضب، ازاي ما نغضبش. 10 حاجات. رقم 1، استعن بالله، قول له: يا رب استعنت بيك، يا رب اعني ان انا ما اغضبش، يا رب، يا رب ساعدني ان انا عمري ما اغضب الا ليك يا رب، لو غضبت يا رب ما اغضبش الا ليك، ما اغضبش لنفسي ابدا، استعن بالله. رقم 2، ان انت تتذكر قدرة الله عليك، لو انت غضبت على انسان وانت امت منه او اذيته، فتذكر ان ربنا اقدر عليك من قدرتك انت على هذا الانسان، ويوم القيامة انت اشد الناس احتياجا الى عفو الله والى مغفرته. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. رقم 3، ان انت تتفكر وتتذكر فضل العفو والمغفرة والحلم وكظم الغيظ، هتلاقي فضلها عظيم جدا وجميل جدا، فعشان كده لازم تتفكر علشان تعفو وتفوز بالاجر العظيم. رقم 4، ان انت اذا غضبت تسكت. ده مين اللي قال كده؟ حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: اذا غضب احدكم فليسكت. انت لو حصل خلاف بينك وبين زوجتك، والله الذي لا اله غيره، لو حد فيكم غضب فسكت واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وبعد عن التاني شوية لحد ما يهدى، الأمور هتبقى زي الفل. إنما لما تقفوا قدام بعض، أنت غضبان وهي غضبانة، كلمة منك كلمة منها، الشيطان بينفخ فيكم أنتوا الاثنين علشان كل واحد يقول أسوأ ما عنده، هيحصل إن مش لا يمكن هتستمر الحياة بالمنظر ده. رقم 5، إنك تتذكر إن مين اللي وقعك في الغضب ده، هو نفس الملعون، الشيطان إبليس هو اللي وقعك في الغضب، فأنت لابد إن أنت يعني علشان في اللحظة دي ترغم أنف الشيطان، اسكت وما تتكلمش وما تغضبش عشان ترغم أنف في الشيطان اللي حاول ان يخليك تغضب. رقم 6، انك تفكر دايما ان الغضب دائما مصيره الى الندم، عمرك ما هتغضب الا لما هتندم، لانك لما هتغضب ممكن تسب او تشتم او تضرب او تقتل او تقول كلمه وحشه او تطلق او تعمل اي حاجه او تزعل الناس اللي حواليك، ففي النهايه انت لازم هتندم يقينا الا اذا كان الغضب لله سبحانه وتعالى. رقم 7، ان انت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: واذكر ربك إذا نسيت، قال عكرمة يعني واذكر ربك إذا غضبت، فإذا غضبت اذكر المولى عز وجل، فالمولى عز وجل يذهب عنك الغضب بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8، ان انت تتحول من الحالة اللي انت عليها للحالة التانية، يعني لو كنت واقف اقعد، لو كنت قاعد نام. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وأحمد بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. يا إما وانت واقف اقعد، لسه ما ذهبش الغضب اتضجع، ما ذهبش قوم اتمشى،
اعمل اي حاجة. قال صلى الله عليه وسلم ايضا، والحل رقم 9، تتوضأ وتستنشق الماء. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود واحمد بسند حسن، قال: ان الغضب من الشيطان، وان الشيطان خلق من النار، وانما تطفأ النار بالماء، فاذا غضب احدكم فليتوضأ. فليتوضأ. رقم 10، ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 10 حاجات هتستعين بالله، هتتذكر قدرة المولى عز وجل عليك، هتتفكر في فضل العفو والمغفرة، هتسكت، هتتذكر ان الشيطان هو اللي عايز يوقعك في الغضب فهتستعيذ بالله من الشيطان، هتتذكر ان الغضب يؤدي الى الندم فلن تغضب، هتذكر ربنا سبحانه وتعالى، هتتحول من حال الى حل، واللي كنت واقف هتقعد، لو كنت قاعد هتنام، واذا كنت مش متوضى هتقوم تتوضى، وفي الاخر هتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، سيذهب الغضب بفضل الله سبحانه وتعالى. في المقابل اذا كان النبي نهانا عن الغضب فقد حضنا على العفو وعلى المغفرة وعلى الحلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أنا عارف الناس بتفهم غلط، أو أغلب الناس بتفهم غلط لما بتعفو عن واحد، يقول لك لو ما كانش ضعيف ما كانش عفى عني، إنما لو كان يقدر يعمل حاجة كان عملها. سيبك من الناس، أنت ما بتعاملش الناس، أنت بتعامل رب الناس سبحانه وتعالى. الناس يرضوا عنك او ما يرضوش، الناس يقولوا ان انت كويس او مش كويس، هي الناس رضيت عن ربنا عشان ترضى عنك حبيب قلبي؟ ده الكرة الارضية 4/5 يكفرون بالله، 6.5 مليار منهم 1.5 مليار مسلم، و5 مليار بيكفروا بالله سبحانه وتعالى ويسبوا الله جهارا نهارا. اغلب البشر لم يرضوا عن رسول الله، هيرضوا عني انا وانت؟ سبحان الملك، فما حدش هيرضى عني ابدا. فانت كل اللي عليك اعمل العمل ده لله. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. قال صلى الله عليه وسلم: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيخيره من الحور العين، يزوجه من أيها شاء، اللي أنت عايزه، العدد اللي أنت عايزه من الحور العين. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا، أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمنا عائشة بتوصفه بتقول: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وشوف اللي حصل للنبي في يوم الطائف لما راح يدعوهم إلى الله، لا يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد دنيا، بيدعوهم إلى الله فرفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عملوش كده وبس، ضربوا بالحجارة لحد ما يعني نزفت الدماء الشريفة من جسد النبي، وألجأوه إلى حائط ووقف يدعو دعاءه المعروف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هوان مين؟ هوان الرسول سيد ولد آدم. شوف لما كان بيقول: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، أنا ما يهمنيش أي حاجة، المهم إن أنت تكون راضي عني. ورغم ذلك صلى الله عليه وسلم بعد ما مشي بحوالي 5 كيلو وصل لمكان اسمه قرن الثعالب، والحديث في البخاري ومسلم، فوجد سحابة قد أظلته فإذا فيها جبريل، فسلم جبريل على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا بها عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال: إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، هجيب الجبلين كده هم يموتوا. فقال: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل، ومن ظهر الوليد خالد بن الوليد، وهكذا. شوف رحمة النبي، شوف حلم النبي، شوف يخرج من مكة مطرودا مأزيا صلى الله عليه وسلم، ورغم وهو يبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يرجع فاتحا منتصرا ويقدر يعلق لهم المشانق كلهم، وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يا سلام، شوف علي بن الحسين في يوم من الأيام كان عنده ضيوف، جت الجارية بتقدم مشروب ساخن كده، فالمشروب نزل على طفل صغير كان لسه مولود لعلي بن الحسين، فمات الطفل. زعل جدا علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه،
فلسه عايز يتصرف معاها. فقالت: يا سيدي والكاظم من الغيظ، قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس، قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين، قال: أنت حرة لوجه الله. قد إيه في نفوس عالية قوي. عايز أختم بمثال رائع قوي، المثال ده عن نفسي بيخلي جسمي أشعر، مثال عالي قوي قوي. سيدنا معاوية بن أبي سفيان في يوم من الأيام حصلت مشادة بينه وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا. عبد الله بن الزبير الأرض بتاعته جنب أرض معاوية بن أبي سفيان، فعمال معاوية بن أبي سفيان عشان يوصلوا للأرض بتاعته كان لازم يعدوا من جوه أرض عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ورضاه كان فيه حدة وشدة، فأرسل رسالة صعبة جدا لمعاوية بن أبي سفيان. بيقول له إيه؟ بيقول له: يا ابن آكلة الأكباد، اللي هي هند بنت عتبة اللي هي أم معاوية، يا ابن آكلة الأكباد، اللي أكلت جزء من كبد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. فقال: يا ابن آكلة الأكباد، مر عمالك، أو إذا وصلتك رسالتي فامنع عمالك من أن يدخلوا أرضي، وإلا سترى مني سوءا. كلام كله تهديد وصعب جدا. فلما وصلت الرسالة لسيدنا معاوية، خد الرسالة وقرأها على يزيد ابن معاوية، قال: ماذا تأمر أو ماذا تقول؟ إيه رأيك في الموضوع ده؟ قال: رأيي أن ترسل من يأتيك برقبتي، أنا رأيي تبعت واحد يجيب لك رقبته. فقال: أولا أدلك على خير من ذلك وأقرب رحما؟ أقول لك على حاجة أحلى من ده كله؟ قال له: تفضل. فأرسل رسالة إلى عبد الله بن الزبير وقال: يا ابن حواري رسول الله. شوف الكلام، هو بيقول له يا ابن آكلة الأكباد، هو قال له إيه معاوية؟ قال له: يا ابن حواري رسول الله، اللي هو الزبير بن العوام، يا ابن ذات النطاقين، اللي هي أسماء بنت أبي بكر، إذا وصلتك رسالتي، بالله عليك ركز، إذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو كانت الدنيا بيني وبينك، لو كانت الدنيا بيني وبينك لآثرتك بها والسلام. فلما وصلت الرسالة لعبد الله بن الزبير رآها وبكى بكاء شديدا على تلك الكلمات التي أرسلها إلى معاوية بن أبي سفيان. شوف يا أخي الحلم، شوف قد إيه الإنسان فعلا ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ياما إنسان ممكن ناس تغضب عليه، ناس تأذيه، ناس تعمل معها كيلة مش كويسة، فلو رد عليهم بنفس أسلوبهم يبقى رضي أخلاقهم فقلدهم، وهتحصل عداوة وملهاش نهاية، والخصام عمره ما بينتهي. إنما لو قدر إن هو يستوعب كل هذه الأشياء ويحاول بقدر الإمكان يتألف قلوبهم ويرد رد جميل، ويحاول بقدر الإمكان أن يستل الخصومة والبغضاء والحقد اللي جوه قلوبهم، هيكون الكسبان بفضل الله سبحانه وتعالى. اوعى تنسى وصية النبي: لا تغضب لا تغضب. مين اللي عايزك تغضب دايما على طول الخط عشان تفقد كل حاجة حلوة في حياتك؟ هو الشيطان. ان شاء الله بنتواعد ان احنا ننفذ وصية النبي: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، 3 مرات، علشان نكون بكده بفضل الله انتصرنا على الشيطان وجبناه بالضربة القاضية وعملنا لمس اكتاف، وما زالت الجولات مفتوحة بفضل الله. اسأل الله عز وجل ان ينصرنا على الشيطان. اللهم ارزقنا نفسا راضية مطمئنة يا رب العالمين. اللهم جنبنا الغضب يا أرحم الراحمين. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشهوات، مليون